لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من حجز قلنديا ضيا حوشية ومن بيت لحم رائد الشريف. أبدأ معك ضياء، منذ صباح الباكر كانت هناك أمور واشتباكات بين قوات الاحتلال وبين شبان فلسطينيين يريدون عبور حجز قلنديا للذهاب إلى المسجد الأقصى، لكن الآن كيف يبدو المشهد لديك؟ المشهد من خلفنا ربما هو أبلغ من أي حديث، وإلا بشكل فعلي انتهت الصلاة، عاد المصلون من مدينة القدس وتبدو ملامح التعب على وجوههم. باختصار شديد قبل قليل مر أحدهم فقال لنا بأن الطريق إلى القدس عبارة عن موت بين قوسين، هذا ما قاله نتيجة التعب والإرهاق الذي تعرض له منذ ساعات الصباح، ودخل عبر حاجز واجتاز عدة نقاط تفتيش ومن ثم وصل إلى مدينة القدس، وكان انتظر أيضا الحافلات الفلسطينية التي تقل المصلين إلى مدينة القدس انتظرها لساعات. لكن أيضا من ناحية إيجابية أخرى فإن المصلين كل منهم وكل يعني مصلي عاد أدراجه إلى حيث مكان سكناه في الضفة الغربية يحمل كيس، بمعنى أن 200,000 مصلي صلوا وأدوا الصلاة في المسجد الأقصى المبارك. لو افترضنا جدلا بأن 100,000 منهم اشترى بقيمة دولار واحد فقط، فإن يعني 100,000 دولار صبت هذا الصباح في أسواق البلدة القديمة للتجار الفلسطينيين المقدسيين الذين يعانون ظروف اقتصادية صعبة وظروف تفرضها إسرائيل من أرنونة وضرائب باهظة تجعلهم في ضيق كبير يهدد بوجودهم ويهدد بوجود المحال المقدسية العريقة التي لها تاريخ كبير جدا. هذا المشهد يعني هو فرصة للفلسطينيين حتى يتذوقوا كعك القدس، طعم رائحة والخبز المقدسي على وجه التحديد. كلهم يعني عادوا أدراجهم إلى أماكنهم في الضفة الغربية بعدما يعني تكبدوا إجراءات السفر من مدن الضفة الغربية، من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها إلى وسطها، وصلوا إلى مدينة القدس ووصلوا إلى حاجز قلنديا حيث دخلوا من هذا الحاجز رغم الإجراءات. لكن المحزن في هذا الشأن بأنه كان عدد كبير من الشبان الفلسطينيين منعوا من الدخول مما اضطرهم للذهاب والخروج بطرق أخرى، ولكن لم يسعفهم الحال وعادوا أدراجهم إلى منازلهم. إذن هي رحلة شاقة يتكبدها الفلسطينيون من حاجز قلنديا ذهابا إلى المسجد الأقصى ومن ثم العودة كما أوضحها لنا مراسلنا ضياء حوشية. ضياء ابقى معي، سأذهب إلى رائد الشريف من بيت لحم. إذن رائد، تحدثنا أيضا عن مضايقات قوات الاحتلال دائما للفلسطينيين في كل البقاع الفلسطينية، ماذا عن بيت لحم؟ كيف يبدو المشهد؟ أعلنت عن وفاة مسن على حاجز بيت لحم أثناء دخوله إلى الصلاة في مدينة القدس المحتلة. المصادر الفلسطينية قالت بأنه تم يعني تقديم العلاجات الأولية لهذا المسن ولكنه فارق الحياة وتم نقله من حاجز بيت لحم إلى مستشفى الحسين في مدينة بيت جالة. كما تشاهدون أزمة خانقة جدا وراءنا، وهذا خلف الحاجز مباشرة، خاصة وأن المركبات التي ركنها أصحابها في هذا المكان وغادروا إلى المسجد الأقصى إلى مدينة القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة، وهم الآن بدأوا يعودون، لكن أغلبهم حتى صلاة العصر حتى صلاة المغرب وأحيانا إلى التراويح، كونها هي فرصة واحدة ولن تعوض إلا في شهر رمضان المبارك، لأن الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودا وحصارا على مدينة القدس المحتلة ولا يسمح لأبناء الضفة الغربية ولقطاع غزة من زيارة المسجد الأقصى ولا حتى المدينة المقدسة إلا من يحمل التصاريح، وهذا جزء قليل. إذن كانت هذه الصورة مع رائد الشريف من بيت لحم. سأذهب إلى أحمد البديري مراسل الغد من القدس المحتلة. إذن أحمد البديري، يبدو أننا فقدنا الاتصال معه، إذن سنعود له في حال تم التواصل معه من جديد. أشكركم ضياء حوشية من حجز قلنديا وكذلك رائد الشريف من بيت لحم، أشكركم.